اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا بخير واحوالكم طيبه. اليوم جيت باش نحضر معكم واحد الطاجين تاع هاد المكور صغيور الكروم لي شو دو بروكسل. كنحتاجوا لهاد الطاجين اللحم، شحال ما بغيتوا ديروا كيبقى لكم اختيار. الجلبانه كنحتاجوا لهاد شو دو بروكسل، هاد الكروم هذا درت هنايا تقريبا نص كيلو. كنحتاجوا البصله والربيع، كنحتاجو العطريه اللي هي البزار، ملحه، سكنجبير وكركمه وزيت زيتون باش نصبو به. وكنطيبوها في الكوكوطه. تنديروا اللحم في الكوكوطه تاعنا، تنزيدوا عليه البصل والربيع، تنزيدوا عليه الزيت ديالنا حسب تخليه يتقلى شويه. وكنت نسيت ما ذكرتكمش، كنحتاجو مطيشه طماطم وحده مفكوكه، طيف على الحامض، وكاس الماء باش نمرقو به الطاجين تاعنا ونحركو. دابا هو تقلى اللحم، يتقلى اللحم نزيدو عليه هذيك الطماطم مفكوكه وحده، ديرو زوج ولا وحده كافيه، ونزيدو عليه الماء حتى باش يطيب لنا هاد اللحم. نخليو هاد اللحم يطيب شويه، هنا نسدو ليه الكوكوطه، نديرو الصفاره. وبغيت نقول لكم على هاد الشو، هاد الشو دو فيكسل كيفاش كيتنقى. نحيدو لهادي هاد الرويس هكذا، وتنحيدو هاد الوريقات الفوقانيه اللي تيكونوا، هادو اللي تيكونوا مشادينش باش ما يقلقوناش المرقه. صافي، وتنخليو اللي بقى تقريبا هنا كيكونوا مسخين، هنا كيبقى بحال هكذا. صافي، ونخليو الاخر، نخليوه غير هادو تيكونوا شويه بالمرص محروق كما المكور الكروم الكبير، بحال نفس الطريقه. غير هاد الوريقات هادو اللي تبان ماشي مزيانه نحيدها هكا ونخليو، ونغسلوه مزيان ونخليوه حتى نصبو به كما تنصبو. راك عارفين كما تنديرو ملي بغيو نديرو الخضره مع اللحم، واللحم ديالي كيطيب نزيد له الخضره وصافي، ونخليه الخضره على حسب الخضره ما طيب حتى يديك ربع ساعه وصافي، سهله سليمه. هكذا ملي كيكون اللحم تاعنا تقلى غادي نجدو على هاديك الجلبانه ديالنا، نزيدو هداك لي شو دو بروكسل المكور لي درنا، ونديروها طريف الحامض هكدا الفوق، صافي نعاودو نسدو عليه ونخليوه يطيب واحد ربع ساعة على ما يطيب هاد صافي، ونخليوه يطيب ربع ساعة هكداك على ما يكون وجد وصافي، ونطلقو من بعد. وهذا هو الطاجين ديالنا ملي يكون طاب بحال هكدا، تنزيد فيه لا ما لا والو، هداك لي درت في اللول صافي تنخليه حتى يتشرب وصافي، كما باش يجي ناشف يجي زوين. وهذا هو الطبق ديالنا، كنتمنى يعجبكم، وما تنساونيش من الاشتراك ومن الضغط على الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وشكرا لكم.